حضراتكم، احنا عندنا اليوم شرح عملية تيار الإرث من مولد الكهرباء بنفس هذه الشيئة، بنفس هذه الشيء. نمسك أخو سنيل. طبعا أخو سنيل نبالي، شرفنا ومنورنا دايما. اتفضل اتفضل اتفضل، خش يا استاذ. اتفضل يا استاذ. دلوقتي هنشرح لكم كيفيه تعريض نظام الارث لمحطات اللي هو ترانسفورمر الباكج رينج منيو. تعالوا سنين هي تعريض ازاي، كيفيه التعريض. الكابل اللي ماشي دوت كابل 120، ده كابل 120 بيلف حوالين المحطه، ودي ردات. الردات دي نازله 3 متر تحت، وبصيت تحت هنا هتلاقي ملح. الملح ده بنحط 30 كيلو ملح، وبنحط 20 كيلو فحم. هات الفحم يا كريم. هذا الفحم اهو. طبعا الاخ عادل هيحط الفحم. الفحم اهو. معلش احنا هنعكر مزاجكم. ادي الفحم. ايوه. الفحم. نحط 20 كيلو فحم. كتير. طبعا ده كله فحم زي ما حضراتكم شايفين. تعالى سنين. طبعا الكابل اللي ماشي اللي طالع من المحطة طالع كابل 150. طالع كابلين من كل جهة 150 اللي طالعين من المحطة. ده البير الثاني، 4 ابيار للمحطة. دي ماسورة بتغذي البير. البير بنحط له مية منها للبير، وزي ما انتم شايفين متربط بكليمبات المثلث ده. نفس الكلام هنا معمول.